بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله في الحلقة 25 آخر جزئية من المفهوم في الوحدة الرابعة، اسمه إيه؟ حركة الكواكب. وهنحل تدريبات كتاب الأضواء على الدرس ده لأنه جزء صغير جدا. تعالى إحنا اتكلمنا على تأثير الجاذبية، هنتكلم النهاردة على حاجة اسمها الجاذبية ومدارات الكواكب. ايه مدارات الكواكب؟ شايفين الصورة اللي قدامنا دي قرص الشمس. ومين دول الكواكب؟ كم كوكب؟ 8 كواكب. طب كل واحد له خط بيمشي فيه؟ يجي ولد يقول ده شبه الحبال، اقول له اه يا حبيبي بس للاسف ده مش حبل حقيقي. يقول لي يعني ايه؟ الناس بتفتكر ان دي سلسلة حقيقية في الفضاء او حبل حقيقي في الفضاء. لا يا حبيبي، ده خط وهمي. سبحان الله، ده وهمي، تخيلي افتراضي، ولكن سبحان الله كل كوكب يلف ويدور على نفس المدار الوهمي ده. طب ايه اللي حصل؟ سنة 1543 ميلادية، 1543 كان في عالم شهير جدا اسمه كوبرنيكوس. عمل ايه وقال ايه؟ أكد على ان الكرة الأرضية بتدور حول الشمس في مدار محدد. يبقى أول من تحدث عن هذه المعلومة إن الأرض بتدور حول الشمس في مدارات محددة العالم الأجنبي كوبرنيكوس. وتدور الكواكب حول الشمس في مسارات أيضا تسمى مدار. يبقى مرادف مسار مدار. يبقى ينفع أقول مسارات وينفع أقول مدارات. طب ايه تعريف المدار بقى يا مستر حامد؟ هو شكل بيضاوي تدور فيه الكواكب حول الشمس. بيضاوي يعني مش دائري، يعني اخر الشكل اللي شبه البيضة ده. ماشي يا اولاد، هو شكل بيضاوي، هو خط بيضاوي تدور فيه الكواكب حول الشمس. اوكي، الشمس ومجموعة الكواكب الثمانية لهم اسم، اسمهم ايه؟ المجموعة الشمسية. يبقى دي مين؟ الشمس. مين دول الثمان كواكب؟ طب هما الاتنين سوا، البرواز ده يطلق عليه اسم ايه؟ المجموعة الشمسية. يبقى اعكس السؤال، مما تتكون المجموعة الشمسية؟ مين الشمس ومجموعة الكواكب الثمانية؟ سؤال مهم، ايه اللي يحصل لو انعدمت جاذبية الشمس للكواكب؟ مش فاهم اصلا السؤال يا مستر، مش الكواكب دي بتدور حوالين الشمس؟ بفعل مين؟ الشمس لها قوة جذب كأنها مغناطيس جاذبهم، وإلا ينتشروا في الفضاء بشكل عشوائي. عشان كده يقول لك ايه اللي يحصل لو مفيش جاذبية للشمس؟ اقول له سوف تسبح الكواكب، تسرح في الفضاء بشكل عشوائي. يبقى الجاذبية مهمة ولا لا؟ مهمة جدا. معلومة اخرى يا ولاد، سبحانك يا رب، يدور كوكب الأرض حوالين الشمس، هل متخيل سرعة دورانه إيه؟ سرعة دوران الأرض 107 ألف كيلو متر في الساعة. يعني إيه يا مستر؟ يعني كل ساعة زمن تعدي الأرض مشت 107 ألف كيلو. يا خبر أبيض، 107 ألف كيلو، ده إحنا ما بنشعرش بيها، ده احنا فاكرين ان الارض واقفه في مكانها. شفت بقى السرعه قد ايه ده في الساعه؟ شفت بقى؟ طيب ما الذي يجعل الكواكب تدور في مدارات ثابته حول الشمس؟ هي ليه الكواكب بتلف في مدارات ثابته وما بيحصلهاش حاجه؟ ها؟ لان الشمس لها جاذبيه تسمى جاذبيه الشمس. طب والجاذبيه دي ايه؟ دي قوه غير مرئيه لا ترى بالعين، هي اللي بتحكم حركة الكواكب وهي قوة الجاذبية. وأما أقول الجاذبية ما أقصدش الجاذبية الأرضية، أمال أقصد الجاذبية مين؟ جاذبية الشمس للكواكب يا أولاد. والجاذبية تعرف بأنها قوة الجذب أو قوة السحب اللي بتنشأ بين الأجسام. طب يا ترى يا مستر حامد، الشمس عندها قوة جذب قوية؟ أقول له إلا قوية، ده قوية وقوية وقوية، والدليل على كده بقاء الكواكب انها تدور في مدارات ثابته حوالين الشمس، لان المغناطيس اللي جاذبها قوي جدا وهو قدره الشمس كعامل جذب.
يجي لك سؤال إذا انعدمت الجاذبية يحصل إيه؟ سوف تسبح الكواكب في الفضاء وبشكل عشوائي. سوف تسبح الكواكب في الفضاء وبشكل عشوائي. إمتى الكلام ده؟ إذا انعدمت الجاذبية. يبقى السؤال ده يجي لي في الامتحان على هيئة سؤال إيه؟ ماذا يحدث؟ تمام. سؤال تاني، لماذا تعد الشمس قالوا عليها مركز الحركة في المجموعة الشمسية؟ ليه قالوا عليها المسمى ده؟ لأن الشمس أكبر حجما وأكبر كتلة من مين؟ من باقي أجسام المجموعة الشمسية. سبحان الله، الشمس أكبر حجم وأكبر كتلة من باقي الأجسام حواليها، لذلك فإن قدرتها على الجذب والسحب كبيرة جدا. سؤال تاني، ما نوع النمط الناتج من دوران الكواكب حوالين الشمس؟ يجي ولد يقول مش فاهم السؤال، أقول له مش الكواكب يا حبيبي بتدور حوالين الشمس؟ يقول لي آه. أقول له كلمة ما نوع النمط يعني دي مرة وخلاص ولا بشكل متكرر؟ آه، فهمتك يا مستر. تكرر الكواكب نفس مسار حركتها، سبحان الله، كأنه شارع وطريق هي متعودة تمشي فيه. يبقى الكواكب بتكرر نفس المسار والمدار في الحركة في الفضاء، وفي كل مرة يا ولاد بتكمل دورة كاملة حول الشمس، يعني تلف لفة كاملة وترجع تعيد لفة وتعيد وهكذا. تعال نحل بقى أسئلة، تبقى الكواكب في مساراتها بسبب قوة مين؟ أقول له بسبب قوة جاذبية الشمس. الشمس لها جاذبية هي السبب. طيب مركز الحركة في المجموعة الشمسية هو مين؟ أقول له هو الشمس طبعا، ده مركز الحركة. قوة الجاذبية يا ترى قوة مرئية ولا غير مرئية؟ أقول له غير مرئية لأنها لا ترى بالعين، ندرك أثرها ولكنها لا ترى. المدار المسار عبارة عن شكل إيه؟ أقول له بيضاوي شبه البيضة يدور فيه الكواكب حول الشمس. تعالى لأسئلة كتاب الأضواء، وأول سؤال معانا بيقول الجاذبية هي إيه؟ تنشأ بين جسمين؟ أقول له هي قوة، الجاذبية قوة تنشأ بين جسمين. جميل. قوة الجاذبية بين الأرض والشمس، يعني الأرض لما تلف حوالين الشمس يجي مكانها دوران الشمس حوالين القمر، ولا دوران القمر حول الأرض، ولا دوران الأرض حول الشمس، ولا دوران القمر حول الشمس؟ أقول له أنت قلت الأرض والشمس، يبقى الإجابة نمرة جيم. اشمعنى؟ علشان الأرض هي اللي بتدور حوالين الشمس، يبقى دوران الأرض الأقل كتلة وحجم حول الشمس الأكبر كتلة وحجم. تنشأ إيه بين الجسم المتحرك والهواء؟ رجل الباراشوت هو نازل بيحصل بينه وبين الهواء إيه؟ آه احتكاك. طب ده اسمه إيه؟ مقاومة الهواء، مقاومة الهواء. أدي الإجابة أهي. عند زيادة كتلة الجسم لما التقل يزيد يحصل إيه في الجاذبية؟ أقول له تزداد الجاذبية. ليه؟ لأن العلاقة طردية، تزيد تزيد معاه، قل تقل معاه. نيجي للسؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية ومعانا كم جملة؟ خمسة. جاذبية القمر يا ترى أقل ولا أكبر من الأرض؟ أقول له جاذبية القمر طبعا أقل من. إشمعنى؟ لأن تقل القمر أقل من تقل الأرض يا أولاد، الأرض أقل كتلة يبقى جذبه أقل. مين القوة اللي بتسبب سحب الجسمين نحو بعضهما؟ أقول له قوة الجاذبية هي اللي بتسبب سحب الجسمين لبعض. تعمل مين على تقليل سرعة الأجسام وهي نازلة نحو الأرض؟ مين اللي بيقلل؟ أقول له مقاومة الهواء، مقاومة الهواء. الجاذبية بتسحب آه، لكن مين اللي بيقلل؟ مقاومة الهواء زي رجل الباراشوت. كلما زادت الكتلة يحصل إيه لقوة السحب؟ أقول له تزداد قوة السحب والجذب. تؤثر قوة الاحتكاك في نفس الحركة ولا عكس الاتجاه؟ أقول له الاحتكاك يبقى معناه
بيؤثر في عكس اتجاه الحركة. يجي لي سؤال صح وغلط، يلا يا أولاد مع بعض، معانا 5 جمل. أول نقطة، تتأثر سرعة دوران الكواكب حول الشمس بقوة جذب الشمس ليها. طبعا تؤثر قوة الجاذبية على اتجاه حركة الجسم، أقول له طبعا. طب إيه الدليل؟ أقول لي إن قوة الجذب بتسحب لأسفل، يبقى أثرت على الاتجاه. طبعا القوة المغناطيسية، المغناطيس بيبقى قوة سحب فقط، أقول له غلط، قوة سحب ودفع لو كانوا يتنافران. تؤثر قوة الاحتكاك في نفس اتجاه الحركة، أول ما ألاقي نفسي أقول له غلط، عكس اتجاه. قوة المغناطيس بتجذب المواد المصنوعة من الحديد، إجابة سليمة لأنها مواد مغناطيسية. خلص آخر جزء، حركة الكواكب، في المفهوم يا رب يكون سهل وبسيط عليكم يا أولاد.